احنا اثناء مكاننا من النقاش مع وزارة المالية حول الميزانية التعريف حول كرامة 2018 وتوصلنا الى التوافق والميزانية البيئية دي هي ميزانية الهيئة موافقة. فما ملاحظة منهجية باش نبدا بها ثم لو تسمح باش نحيي الكلمة للسيد المدير التنفيذي باش يقدم محاور أساسية بروجها لهذه الميزانية. تعرفوا في هذه الحلقة الكرامة في آخر مايو 2018 تنتهي أعمالها، عندها الإمكانية حسب الفصل 18 نتاع القانون الأساسي للعدالة الجمهورية أنها تعمل تمديد مدة في المدة بسنة معناتها المدة أقصرها سنة. قرار التمديد يرفع إلى يكون معلن ويرفع إلى المجلس التشريعي 3 أشهر قبل نهاية فيه، يعني في شهر فيه نهاية فيه. إحنا مازلنا بعد على فيه والقرار بالنسبة لهيئة حفظ الكرامة مازال ما يتخذش. تفاوضنا مع وزارة المالية قلنا إحنا الاحتمال إنه مبدوش موجود والاحتمال إنه مبدوش موجود، اثنين الاحتمالات واضحة. والدولة التونسية تعمل ميزانيتها سنوي، يعني على سنة ما عملش باش تشتروا نص الشهر. اتفقنا على أن الميزانية على سنة هي اللي نخدم عليها، خدمنا على ميزانية لسنة، واتفقنا على تمشي إحنا اعتبرناه ذكي، وكان وزارة المالية على هي الجانب العملية، تقول إحنا على ميزانية اللي مبلغها يكون 18,000 احنا باش توفر الدولة الميزانية كاملة، لكن اللي باش تصوتوا عليه انتوما المالي هو الجزء إلى حدود مالي. هذا اللي باش يصرفوا عليه، واللي باش يتصرف الهيئة هو الجزء بتاع 5 أشهر. إذا كان قرار التمديد جاء المدينة ينجم يتوج، فبعد نحكيلكم احنا سياستنا في النجم. إيش يصير؟ المبدأ المتبقى موجود مرسوم على ذمة الهيئة، لا يستحق الرجوع إلى المجلس لأنه داخل في الميزانية لكن مجمد. كان الهيئة احتاجت رفع التجنيد بعد معنى مدد لقرار التمديد، إذا كان نصح ملوش يقعد في خزينة الدولة، يعني هذا هو التمشي اللي يمشي نحن. أنا كما قلت لكم اليوم بنينا برنامج على أساس أن نفاو فيه، هذه رغبتنا